شباب ركزوا معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن التيربلنت باوندري ليف. التيربلنت باوندري ليف المره اللي فاتت خدنا ايه؟ خدنا اللامينار باوندري ليف، واتفقنا ان انا عندي حاجتين، الاكزاكت سوليوشن والابروكسيميت سوليوشن. قلنا الاكزاكت سوليوشن بيبقى عندي ايه؟ امبيريكال كورليشن. عاوز اجيب الدلتا، فانا عندي معادله انا حافظها اللي هي دلتا على اكس بتساوي 5 على جذر ريموس نمبر اكس. عاوز اجيب الدلتا ستار، عاوز اجيب السيتا، عاوز اجيب السي اف، عاوز اجيب السي دي، كل ده للمعدات بتاعتها، وانت مطالب انك ما تحفظهاش وتبقى فاهم بس اقعد ازاي. الحل الثاني بتاع اللامينار باوندري لاير اللي هو مين؟ الابروكسيميت. واتفقنا ان الابروكسيميت لازم يديني ايه؟ لازم يديني ايه؟ الفيلوسيتي بروفايل، لازم يديني الفيلوسيتي بروفايل. وانا اعمل ايه بقى؟ اروح على المعادلات بتاعت الدلتا والدلتا ستار والسيتا والانتجرال مومنتم ايكويشن، صح؟ واقعد انا اعمل ايه؟ اكامل واجيب انا الايه؟ الدلتا والسيتا والسي اف والسي دي وهكذا. صح كده؟ ده اللي احنا قلناه. التيربلنت باوندري لاير ما بتفرقش كتير عن اللم. الفرق قليل جدا. ازاي؟ اول حاجه لازم اعرف ان انا لو رينوس نمبر بتاعي اكبر من او يساوي 5 في 10 اس 5 انا بقيت ايه؟ تيربلنت باوندري لاير. طيب نفس الكلام، نفس الكلام. قال لك في حاله التيربلنت باوندري لاير عندي حاجتين. عندي رقم واحد الاكزاكت ايه؟ الاكزاكت سوليوشن. وعندي رقم اثنين الايه؟ الابروكسيميت سوليوشن. نفس ايه؟ نفس التقسيم. طيب الاكزاكت سوليوشن بيقول لك ايه؟ ان الدلتا على اكس بتساوي 0.382 على رينوس نمبر اس 5. بيقول ان دلتا ستار على اكس بتساوي 0.048 على رينوس نمبر اس 5. بيقول ان الثيتا على اكس بتساوي 0.037 على رينوس نمبر اس 5. بيقول ان السي اف بتساوي 0.06 على رينوس نمبر اس كام؟ اس 1 على 5. في اللاينر كان الرينوس نمبر اس كام؟ اس نص. في التربلنت اس 1 على 5. طيب بعد كده في الدراج كوفيشنت. الدراج كوفيشنت، الدراج كوفيشنت قال لك انا عندي حالتين، عندي حالتين. اول حاجه لو الفلو بتاعي كومبليتلي تيربلنت، هلاقي عندي حالتين. اول حاله لو رينوس نمبر اكبر من 5 في 10 اس 5 واقل من 10 اس 7. والحاله الثانيه لو رينوس نمبر اكبر من 10 اس 7. قال لك في حاله ان رينوس نمبر من 5 في 10 اس 5 لحد 10 اس 7، في الحاله دي الدراج كوفيشنت اللي هو السي دي هتجيبه عن طريق 0.074 على رينوس نمبر اس 1 على 5. لو اكبر من 10 اس 7 هتبقى المعادله السي دي بيساوي 0.455 على لوج الرينوس نمبر اس 2.58. خلاص؟ يبقى انا عندي حالتين. لو رينوس نمبر في الرينج ده هاخد الكوفيشنت ده، لو رينوس نمبر اكبر من 10 اس 7 هاخد الترم ده. ده في حاله ايه؟ لو الفلو بتاعي كومبليتلي تيربلنت، كله تيربلنت، وهنقولها دلوقتي. طيب رقم بي، طب لو الفلو بتاعي عباره عن لامينر وبعد كده قلب تيربلنت، يعني الفلو بتاعي ايه؟ ميكس بين اللامينر فلو والتيربلنت فلو. الحاله دي هلاقي ايه؟ هلاقي حالتين. هلاقي حاله اللي هي نفس الكلام، هلاقي اول حاله عندي اللي هي لو رينوس نمبر اكبر من 5 في 10 اس 5 واقل من 10 اس 7، والحاله الثانيه
لو ريلوف نمبر اكبر من 10 اس 7 تمام، هلاقي ان الدراج كوفيشنت السي دي هيساوي 0.074 على ريلوف نمبر اس 1 على 5 ناقص 1700 على ريلوف نمبر. والحالة الثانية السي دي هتساوي 0.455 على لوج ريلوف نمبر اس 2 58 ناقص 1700 على ريلوف نمبر. حلوة التشارت دي؟ ها؟ يبقى انا في حالة التربلنت داوند لاير التربلنت بلاقي عندي الشق الاولاني اللي هو مين؟ الاكزاكت سوليوشن. الاكزاكت سوليوشن بيقول ايه؟ ان الدلتا على اكس ادي المعادله بتاعتها، دلتا ستار سيتا السي اف دول ما فيهمش مشكله. الدراج كوفيشنت اللي عامل لنا ايه؟ اللي عامل فيلم. قال لك لا انا عندي حالتين. عندي حالتين، الحاله الاولى الفلو بتاعي كله تربرنت؟ اه. طب لو كله تربرنت فانا عندي حالتين. لو رينوس نمبر في الرينج من 5 في 10 اس 5 لحد 10 اس 7 دي المعادله بتاعته. لو ريلوف نمبر اكبر من 10 اس 7 دي المعادله بتاعته، ده في حاله مين؟ لو الفلو كله ايه؟ تربلت. وهنقول يعني ايه كله تربلت؟ الحاله الثانيه بيقول لك لو انا ريكس كنت لامينر في مكان وبعد كده قلبت ايه؟ قلبت تربلن. في الحاله دي السي دي بكام؟ قال لك حسب لو انا في الرينج من 10 من 5 في 10 اس 5 ل 10 اس 7 نفس المعادله بس طرحت منها ترم ايه؟ 1700 على ريلوف نمبر. في حاله ان ريلوف نمبر اكبر من 10 اس 7 نفس المعادله اللي فوق دي بس طرح منها 1700 على ريلوف نمبر. طيب ايه هي قصه كومبليتلي تربلنت ولامينر زي التربلنت؟ المفروض ان اي فلو بيبتدي خلاص بحاله اللامينر ويتحول لمين؟ التربلنت صح؟ طيب فالديفولت بتاع الفلو هو ايه؟ لامينر زي التربلنت. طيب لكن في بعض الابلكيشن انا بحاول اخلي الفلو بتاعي ماله؟ ها؟ تربلنت من البدايه، تربلنت من البدايه. طيب كلمه من البدايه ازاي؟ انا عندي فلو، ما تيجي تقعد هنا. انا عندي فلو على فلات بليت وعاوز يوصل للفلات بليت تربلنت، فانا هعمل قبليه ايه؟ هعمل قبليه اي بافلز بحيث ان هي تكعبل الفلو وتحوله لي الى ايه؟ الى تربلنت، يبقى انا كعبلته قبل، لكن وصل لي على الفلات بليت ايه؟ تربلنت. يبقى في بعض الابلكيشن وخصوصا التبريد والتكييف او الهيت ترانسفير عشان التربلنت فلو بيعمل تحسين كبير جدا في انتقال الحراره، فانا عايز الفلو يبقى ايه؟ يبقى تربلنت، فانا بزود حاجه اسمها تبيوليتور اللي هو بيحول الفلو من لامينر الى تربلنت، بعمل عوائق لايه؟ للفلو بحيث ان انا احوله الى ايه؟ الى تربلنت. طيب الحاجه الثانيه والله لو ما قاليش والفلو بتاعي على فلات بليت فانا عايز اعرف هو لامينر ولا تربلنت، اعرف ازاي؟ حد فاكر؟ بجيب الاكس ايه؟ الاكس كريتيكال صح؟ مش احنا كنا بنقول ان ريلوف نمبر الكريتيكال بيساوي 5 في 10 اس 5 وريلوف نمبر الكريتيكال ده كان عباره عن يو انفينيتي في الاكس كريتيكال على النيو. قلنا ان المعادله بتجيب مين؟ اكس كريتيكال صح كده؟ واشوف اكس كريتيكال اللي احنا عرفناه في اول محاضره في شابتر 5 قلنا دي عباره عن ايه؟ المسافه اللي الفلو بيتحول عندها من لامينر الى تيربل. لو المسافه دي صغيره بالنسبه للطول كله انا اقدر اعتبر ان الفلو ايه؟ تيربلنت. يعني جيت على المعادله دي طلعت من هنا اكس كريتيكال ب 5 متر مثلا وطول الفلات بليت اللي ده 1000 على سبيل المثال. طيب اكس كريتيكال دي كام؟ 5 متر، يبقى عند ال 5 دي الفلو كان لامينر وبعدها اتحول الى ايه؟ فال 5 بالنسبه لل 1000 رقم ايه؟ رقم صغير. مثلا الاكس كريتيكال دي طلعت معايا 5 سم وطول الفلات بليت 10 متر. فانا عايز اقول ايه؟ ان الرقم صغير جدا بالنسبه لمين؟ ها؟ للطول كله. خلاص؟ طيب طلعت معايا 5 متر وطول الفلات بليت 20 متر. لا هنا في فرق ايه؟ ريزنبل، صح؟ يبقى لما يكون الفرق ده في حدود 1% او 2% او 5% ده رقم ايه؟ صغير جدا، لكن 10% 15% 20% فرقم ينفع اخده ايه؟ اخده في الاعتبار.
يبقى انا فكره الكومبليت تيربلنت دي يا اما انا اقولها لك صراحه في راس المساله اسيوم ان الفلو بتاعي كومبليت تيربلنت، او انت هتروح تحسب قيمه الاكس كريتيكال وتقارنها بالنسبه لمين؟ للطول كله، وتقول عشان الاكس كريتيكال صغيره جدا بالنسبه لل فانا هفرض ان هو ايه؟ ها كومبليت تيربلنت. طب يا دكتور انت هتحيرنا، يعني هتدينا مثلا 20 متر وتخلينا الاكس كريتيكال دي نطلعها مثلا 3 2 فاللي هبقى محتار. لا يعني هيبقى الفرق ايه؟ الفرق واضح، يعني ايه؟ الطول ثابت 10 متر هتلاقي الاكس كريتيكال دي طالعه 5 سم طالعه 20 سم، فمش هتبقى موضوع ايه؟ تبقى باين جدا ان هي ايه؟ كومبليتلي تيربلنت لو احنا عايزينها تبقى كومبليتلي تيربلنت. خلاص؟ طيب يبقى ده كده المنظر بتاع مين؟ الاكزاكت سوليوشن، وما زلت عند وعدي اللي هو ما حدش يحفظ القوانين لكن تبقى عارف الايه؟ التقسيمه بتاعتها، يعني ما ينفعش اجيب لك المنظر ده في الامتحان خلاص وتيجي على الدراك كوفيشنت هاخد انهي واحد؟ ده ولا ده؟ ده ولا ده؟ لازم اكون ايه؟ اكون عارف. ما ينفعش في الامتحان اجي في الصربعه والتوتر بتاع الامتحان انا اعوض هنا واتوب واعمل ده الصنص واخرج من الامتحان يا دكتور انا غلطت غلطه بسيطه، ايه؟ يعني الخمس انا عملت نص، هنقص كام؟ يعني هو انت لما تغلط في دي معلش القانون انت ما كتبتوش هعمل ايه؟ صفر. يعني برضه هناخد بالنا ان دايما القوانين اللي احنا ما بنحفظهاش ديمقراطيه وانا مش عاوز حد يحفظ القوانين مجرد حفظها، لكن في نفس الوقت فيها عبء عليك ان اي غلطه في المساله بتبقى انت مجهودك فيها قليل، انت ماشي حبه خطوات معدوده، فلما تغلط في حاجه من اللي هي اللي تعتبر انبوت داتا عندك فانت تبقى المساله ضاعت منك. ركز، يبقى انا مش حافظ القوانين بس عارف شكلها. الحاجه الثانيه اللي انا عمال اكد عليها غير ان انا عارف شكلها امسك الاله الحاسبه واعمل ايه؟ واحل بايدي واطلع الارقام واقارن الارقام بالحل اللي عندي، بالله عليكم النقطه دي مهمه جدا. ما اروحش الامتحان واجي عند الاله الحاسبه لوج ريلس نمبر هي لوج ولا لين ولا واقعد بقى في الامتحان ادور على زميل عشان اقول له ايه وريها لي بتتعمل ازاي. ما تقعد يا عم في البيت وامسك المساله وحلها واعملها مره لين واعملها مره لين واغلط لحد ما توصل للناتج المساله عشان تبقى عارف الصح ايه. ممكن؟ ممكن. طيب الابروكسيميت سوليوشن، حل الابروكسيميت الراجل ده ثابت عند مبدأه بيقول لك انا لازم تديني الفيلوستي بروفايل، لازم تديني الفيلوستي بروفايل. طيب وانت تعمل ايه؟ انا هكامل. حد فاكر القوانين؟ ها؟ دلتا ستار كانت عباره عن تكامل من زيرو لدلتا واحد ناقص اليو على اليو انفينيتي. نفس القانون بالظبط. طيب الثيتا عباره عن تكامل من زيرو لدلتا يو على اليو انفينيتي في واحد ناقص اليو على اليو انفينيتي في الدي واي. طب الانتجرال مومنتم ايكويشن ما زالت معانا، الدي ثيتا باي دي اكس بتساوي التاو على رو في اليو انفينيتي تربيع. بس اهم نقطه في الابروكسيميت اللي بيفرقها عن اللامينر ان التاو بتاعت الاول لا تساوي ميو في البارشال يو باي بارشال واي، عند واي بتساوي صفر. اوعى تستخدم القانون ده. الشير ستريس في حاله التربرنت مش ابليكابل عليه المعادله دي. طب لو حد فكر معايا في اللامينر كنت انا بديك المعادله اللي هي الفلوست بروفايل وكنت لازم اديك ايه تاني؟ ها؟ كنت بديك حاجه تاني. طيب كنا بنعطل فين؟ في التاو. لما بروح على الانتجرال مومنتم ايكويشن دي كنت عايز التاو بعمل ايه؟ بروح على المعادله دي عشان اجيب منها مين؟ التاو وارجع. طب انت دلوقتي بتقول لي ان شير ستريس لا يساوي ميو في البارشال يو باي بارشال واي، اعمل ايه؟ لازم في مساله التربلنت في حاله الابروكسيميت اديك انا ايه؟ التاو، لازم اديك الشير ستريس. يبقى اذا كانت الشير ستريس لا تساوي ميو في البارشال يو باي بارشال واي قد ايه بتساوي صفر، فانا لازم اعمل ايه؟ في رأس المساله تبقى ايه؟ انبوت داتا عشان اشتغل بيها. مفيش حاجه تاني فرق بيننا وبين اللامينر. يبقى اللامينر باوندري لاير والتربلت باوندري لاير الاكزاكت سوليوشن هنا ليه معادلات وهنا ليه معادلات. اشهر سمه بين الاثنين ان في اللامينر اس نص اليونس نمبر، في التربلت اس كام؟ اس 1 على 5. الحاجه الثانيه ان الدراك كوفيشنت ليه حبه ايه؟ سيلكشن كومبليت تيربلنت او لامينر زي التيربلنت، وفي كل واحد من الاثنين في رينج للريلوس نمبر. والله لو انا في الرينج بتاع 10 اس 5 10 اس 7 هاخد المعادله دي، لو انا في اكبر من 10 اس 7 هاخد المعادله دي.
فحتى اللامنر زائد تربلنت عندي دي وعندي دي، فلازم ابقى فاهم امتى اخد دي وامتى اخد دي. الابروكسيميت سوليوشن هو نفس المعادلات بتاعت اللامنر ما عدا التاو اللي هي الشير ستريس لا تساوي ميو في البارشال يو باي بارشال واي عند واي بتساوي صفر. ماشي. طيب تعالوا نبتدي. ها يلا نحل. طيب عندي مساله بيقول ان الفيلوستي بروفايل واي على دلتا اس 1 على 7. نركز مع بعض يا شباب، احنا خلصنا خلاص المساله دي، ممكن نحل كمان مساله وخلاص. طيب بيقول في الانبوت داتا ان شير ستريس على رو في اليو انفينيتي تربيع بيساوي النيو على اليو انفينيتي في الدلتا اس روب. انت محتاج ان انا اقول لك ان الفلو ده لامينر ولا تربلنت؟ ها باين قوي ان هو ايه؟ تربلنت. ليه؟ لان انت اديتنا مين؟ شير ستريس. ومع ذلك هو قايل لك في راس المساله ان الفلو تربلنت فلو. خلاص؟ طيب ابتدي منين؟ الابروكسيميت سوليوشن نفس الاسلوب في كل حاجه. صح؟ هنبتدي نكتب معادله مين؟ الدلتا ستار بتساوي تكامل من زيرو لدلتا. الناس تركز معايا يا شباب. اليو على اليو انفينيتي في الدي واي. يبقى دلتا ستار بتساوي تكامل من زيرو لدلتا 1 ناقص الواي على دلتا اس كام؟ اس 1 على 7 في الدي واي. يلا نكمل؟ يلا نكمل. يبقى دلتا ستار بتساوي ها تكامل الواحد بواي ناقص ها دلتا اس 7 افصلها كده. وهنا واي اس كام؟ 8 على 7 واقسم على الاس يبقى هنا كام؟ 7 على 8. وعوض من كام؟ من زيرو لدلتا. يبقى دلتا ستار بتساوي دلتا ناقص 7 على 8، هنا دلتا اس 8 على 7 على دلتا اس 1 على 7. ده وده يبقى دلتا، اخد الدلتا عامل مشترك، وهنا 8 يبقى كام؟ 1 على 8. يبقى اول حاجه دلتا ستار بتساوي 1 على 8 دلتا، واعمل لي كده اهو دكتور، ده اللي انا وصلت له. صعب؟ سهل جدا. المعادله اللي بعديها الثيتا بتساوي تكامل من زيرو لدلتا اليو على اليو انفينيتي ناقص اليو على اليو انفينيتي تربيع، ده كله ايه؟ الدي واي. يبقى ثيتا بتساوي تكامل من زيرو لدلتا واي على دلتا اس 1 على 7 ناقص واي على دلتا اس 1 على 16. ها شباب اليو على اليو انفينيتي الكل تربيع، فانا خدت واي على دلتا الكل تربيع بقت واي على دلتا الكل تربيع 1 على 9 7 ب 7 بكام؟ 49. يبقى 49 ها يبقى واي على دلتا اس كام؟ 1 على 7 اس كام؟ 2. الاثنين تدخل مع مين؟ مع ده. يبقى واي على دلتا اس 2 على 7. والله في الامتحان هتغلطوا الغلطه دي، ما احنا بنحاول نعمل محاكاه للامتحان صح؟ سيميوليشن. في ضغط الامتحان واي على دلتا الكل تربيع، 1 على 7 الكل تربيع، 1 على 49، ونقعد بقى نعيش في الامتحان ونخرج طبيعي خرط على دماغك. نهار ابيض يا دكتور انا غلطت غلطه قد كده. خير ده انت بص
انت 100 100، صفر وضميري مرتاح. طب انا لو اديتك 2 من 10، ده انا قدام ربنا سبحانه وتعالى ده انا ايه؟ ده انا اديتك درجتين وانت ما بتسالش اوت حاجه. خد بالك، ما انا برضه يعني ايه، انا برضه خد بالك مش افترى ان بيديك 0 من 10 ده حاجه مش سهله ان انا اديك 0 من 10. ومع ذلك انا عمري ما بديش حد 0 من 10 على فكره. يعني لازم اديله 1 2 اي حاجه. طبعا هي ميزه برضه في ايه؟ ان لو في حاجه اتضربت في فاكتور هتطلع اي حاجه، انما صفر دي اي حاجه بصفر. خلاص؟ طيب يبقى الغلطه اللي انا عملتها ده عشان الناس تاخد بالها ان ده مش تربيع اللي هو 1 على 7 كل تربيع، لا هدخل الاس مع 1 على 7 تبقى كام؟ 2 على 7. وما تنساش ان ده كله تكامل بالنسبه للدي واي. ها يلا نكمل، ساعدوني بقى. ها دلتا اس 1 على 7، وهنا واي اس كام؟ 8 على 7، وهنا المقلوب ناقص دلتا اس 2 على 7، وهنا واي اس كام؟ 9 على 7، وهنا 7 على 9. وما تنساش ان ده من زيرو لدلتا. من ضمن الحاجات اللي بتاكد لك ان انت صح، لما هشيل ده واعوض عليه الدلتا واطرح الاسس من بعضها لازم الاثنين يبقوا ايه؟ يبقى زي بعض. خلاص؟ يبقى هنا ثيتا بتساوي 7 على 8، هنا دلتا اس 8 على 7 على دلتا اس 1 على 7 ناقص 7 على 9 في دلتا اس 9 في دلتا اس 9 على 7 على دلتا اس 2 على 7 يبقى ثيتا هتطلع هنا بكام؟ 7 على 72 دلتا برواز. ها كده جبنا اول ايه؟ جبنا اول مطلوبين صح؟ جبنا اول مطلوبين صح؟ لا ما جبناهمش، لان هو الراجل عاوز الدلتا ستار والثيتا داله في مين؟ في اكس. انت هتقول داله في اكس؟ لا، فانت ما جبتش سوى مطلوبين. طيب المعادله اللي بعد كده الانتجرال مومنتم ايكويشن. الانتجرال مومنتم ايكويشن بتقول ان دي ثيتا باي دي اكس بتساوي التاو على رو في اليو انفينيتي تربيع. الدي باي دي اكس هشيل الثيتا واحط مين؟ 7 على 72 دلتا بتساوي التاو على رو في اليو انفينيتي تربيع بتساوي كام؟ 0.0233 نيو على النيو انفينيتي في دلتا اس ربع. هنظبط شكل المعادله شويه، ده يطلع بره التفاضل، يبقى 7 على 72 دي دلتا باي دي اكس بتساوي 0.0233 على النيو يو انفينيتي اس ربع، وهنا 1 على دلتا اس ربع. خرجتها بره ليه؟ بره القوس. ليه خرجتها بره؟ عشان الدلتا هتروح مع مين؟ مع دي دلتا في نفس الجنب. تعال نجيب الدلتا مع دي دلتا، يبقى هنا دلتا اس ربع في دي دلتا. دي جت هنا بتساوي 72 في 0.0233 على 7، وهنا نيو على اليو انفينيتي اس ربع، وهنا مين؟ الدي اكس. واقف هنا بقى. هعمل ايه؟ الطرف الشمال هكمله بالنسبه لدلتا والطرف اليمين بالنسبه للدي اس. تعالى نكمل كده. ها ده تكامل من زيرو لدلتا، تكامل من زيرو لاكس، يبقى عباره عن ايه يا شباب؟ دلتا اس كام؟ 5 على 4 وهنا 4 على 5 بتساوي 72 في 0.0233 على 7. هنا ما زالت اليو على اليو انفينيتي ما لهاش علاقه بالموضوع. اس 1 على ربع، وهنا اكس. هجيب الاربعة على خمسة مع دول، يبقى هنا في 5 وهنا في 4، واشيل دول هنا. ها نقف بقى، نقف واقفل. في كل المسائل بتاعه الابروكسيميت سوليوشن لازم اقف عند الايه؟ عند المعادله دي.
واسال نفسي سؤال، عايز رينوس نمبر يظهر في المعادله دي، عايز مين؟ رينوس نمبر يظهر. عشان يظهر ايه اللي محتاجينه؟ ها، لازم ده يدخل له مين؟ ركز معايا، ده يدخل له مين؟ اكس اس كام؟ اس ربع اهو. طب ما هو ما ينفعش اضرب في اكس اس ربع بس، اضرب واقسم على مين؟ اكس اس ربع. يبقى دي حددتها منين؟ من سؤال النفسي. علشان رينوس نمبر يظهر في المعادله دي لازم جوه هنا يبقى مين؟ اكس اس كام؟ اس ربع اهي. قسمت وضربت في مين؟ في اكس اس ربع. تعالى بقى نظبط شكل المعادله. يبقى هنا دلتا اس 5 على 4 بتساوي 5 في 72، طبعا من البدايه حاسبه ايه من الكلام ده كله، ما عنديش مشكله، على 4 في 7 في هنا لما يدخل يبقى نيو على اليو انفينيتي في اكس اس كام؟ اس ربع. وهنا اكس اس كام؟ 5 على 4. دي جت منين؟ ده وده ضربناهم في بعض فجمعنا مين؟ الاس. من ضمن الحاجات اللي بتاكدني ان انا صح مين يا شباب؟ ده وده لازم يكون نفس مين؟ نفس الاس، عشان هجيبهم ايه؟ مع بعض. تعالى بقى نعمل ايه؟ هاخد الدلتا على اكس ويبقوا اس كام؟ 5 على 4 بتساوي ال 5 في 72 في بوينت او 233 على 4 في 7، وده مقلوب مين؟ 1 على رينوس نمبر اس كام؟ اس ربع. صح؟ عايز اجيب الدلتا على اكس بس؟ ها؟ اعكس، يبقى الدلتا على اكس بتساوي 5 72 في بوينت او 233 على 4 في 7، ده اس كام؟ 4 على 5 في 1 على رينوس نمبر اس ربع، يبقى في 4 على 5 4 تقوم على 4 يقص كام؟ اس 5. تلم ده بالاله الحاسبه تلاقي ان دلتا على اكس بتساوي بوينت 382 على رينوس نمبر اس 5. ترجع على الدلتا ستار وتشيلها وتحط مين؟ دلتا. ترجع على الثيتا وتشيل دلتا وتحط مين؟ يبقى انا طلعت المعادله بدلاله مين؟ بدلاله اكس. مسائل الابروكسيميت سوليوشن هو نفس الايه؟ نفس الخطوات دي. تتدرب عليها كويس عشان ما تتلخبطش في التكامل، ولا تتلخبط في التربيع، ولا تتلخبط في الانتجرال مومنتم ايكويشن. ده الكورد وده الاسبان، هنحكي شويه عليه دلوقتي. عندنا فلو على اير فويل، فلو ماشي على اير فويل بسرعه 100 متر على الثانيه. الكورد اللي هي السي بيساوي 2 متر، والاسبان ال بيساوي 15. النيو والرو طبعا انا بديهم لك عشان تعمل ايه؟ عشان اجيب الريس نمبر، فانا هديهم لك.
طيب حد عنده مشكله ولا ما فيهاش مشكله ولا انا اللي حاسس فيه مشكله ولا ايه؟ في مشكله؟ ايه المشكله؟ اول حاجه واحنا بنحل هنعمل ايه؟ انت عاوز تسال نفسك سؤال، ده اكزاكت سوليوشن ولا ابروكسيميت؟ ده ايه؟ اكزاكت. ليه؟ عشان انت بتديني ارقام من الاخر صح؟ طيب الحاجه الثانيه انت مش بتديني فيلوستي بروفايل عشان اشتغل ابروكسيميت سوليوشن. طيب تعالى نشتغل اكزاكت سوليوشن. اول حاجه لازم اسال نفسي اقول ايه؟ هو انا لامينر ولا تربلان؟ فراح على مين؟ على رينوس نمبر احسن اللي هو يو انفينيتي في النيو في اكس يو انفينيتي في ال على مين؟ ال ده اللي هو طول مين؟ الفلات بليت اللي فيه ماشي عليه. طيب يبقى يو انفينيتي ب 100 في 15 على 1 4 2 في 10 اس سالب 5. ها صح؟ الكلام ده صح؟ ها؟ لا؟ ليه؟ صح؟ صح ولا غلط؟ حد متفق معايا؟ صح. ما ينفعش اكتب حاجه غلط. صح ولا غلط؟ هو غلط يعني غلط. حد يقول غلط. ايه ده؟ لا يبقى مش 15 يبقى 2. ما انت مش ده يبقى ده انهي؟ 13؟ لا انا دلوقتي بص لازم احسب على الطول كله عشان اعرف الفلو عليه كله. لو وصل تربلنت تسال نفسي السؤال بعديه، هو انا لامينر وتربلنت ولا يعني لو انا جيت هنا ده البدايه وده النهايه. لقيت الفلو هنا لامينر فخلاص هو لامينر فلو. لا هقول لو انا لقيت نفسي في نهايه الفلات بليت الفلو تربلنت ده معناه ايه؟ هو تربلنت. فاسال نفسي السؤال بعديه، طب هو كله تربلنت ولا كان هنا لحد هنا لامينر وقلب الى ايه؟ الى تربلنت. خلاص فلازم الاول احسب عليه كله على الطول كله. ما هو الطول؟ 2 ولا 15؟ 17. نجمع الاثنين على بعض. طيب هرسم رسمه، هرسم رسمه تساعدنا شويه. جاوب يلا. ايه هو بيبي ليه؟ عارف انت الفيلم بتاع ظرف طارق ولا انتوا صغيرين عليه؟ كويس صغيرين عليه. لما قال لي ايه؟ عايزك تعرف لي ايه؟ رقمها وعنوانها وساكنه فين؟ مش عارف ايه؟ فانت هتعمل ايه؟ ايه؟ ده الاير فريم. ما هو الاير فريم؟ اللي هو جناح الطياره صح؟ الفلو هيمشي على جناح الطياره ده ازاي؟ هيمشي كده؟ كده ولا كده؟ ها؟ هيمشي مع الكورد اهو الفلو جاي كده صح؟ صح كده؟ يبقى التركه اللي في المساله دي ايه؟ الفلو بتاعي وده اصعب يعني دي احد التركات اللي في شابتر 5. هو انا ماشي على مين؟ على انهي اتجاه؟ الاير فويل الفلو ماشي على مين؟ على الكورد. يبقى لامينر ولا تربلنت مرتبطه بمين؟ بيوس نمبر. ويوس نمبر هنا المعادله اساسها مين؟ الكورد اللي هو مين؟ اللي هو السي. مش اي حاجه الاقيها ال احطها في المساله. خلاص؟ يبقى اجي على هنا خلاص ويبقى ده مين؟ السي. واجي على 15 دي واعمل فيها ايه؟ انت واخد بالك المساله حصل لها ايه؟ ده بدل ال 15 هو 2، انت كنت بتروح حته ثانيه. تلاقي هنا ان ريوس نمبر هيطلع كام؟ 1 4 0 8 في 10 اس 7. كلمني بالله عليك وانت بتكتب كلمني، قول لي ان ريوس نمبر اكبر من ريوس نمبر الكريتيكال فانا ايه؟ تربلنت فيو. عاوز تجود حته كمان شوف انت لامينا ولا تربلنت تحسب الاكس كريتيكال، ومع ذلك انا اعتبرت ان الفلو بتاعي ماله؟
لامينار فلو زائد تيربلنت فلو. طيب نكمل. ها انت عاوز مني ايه؟ دلتا. هتنقشها طبعا منين؟ من القوانين اللي معاك. الدلتا اللي هي 0.382 على ريموس نمبر اس 1 على 5. هتعوض تطلع من هنا. نعم نعم. رحت جبت الاكس كريتيكال يعني بعديها عملت خطا كمان. ريموس نمبر كريتيكال يساوي 5 في 10 بس كام؟ 5. وجبت قيمه الاكس كريتيكال وقارنتها بمين؟ بالكورد اللي هو 2 متر. بس هتلاقي رقم ريزنبل بالنسبه لي. طب خليني اقول لك قاعده ثانيه. الديفولت يا جماعه، الديفولت بتاع اي فلو هو لامينر وبعد كده تحول الى ايه؟ الديفولت بتاع اي فلو تيربلنت هو لامينر زائد ايه؟ تيربلنت. انا لو قلت لك صراحه اسيوم ان الفلو بتاعك كومبليتلي تيربلنت خلاص. خلاص كده؟ سهله؟ يبقى اي فلو تيربلنت هو ايه؟ لامينر وقلب الى ايه؟ تيربلنت. الا لو انا قلت لك في راس المساله ايه؟ اسيوم ان الفلو ده ماله؟ كومبليتلي تيربلنت. خلاص؟ طيب هعوض هنا طلع مين؟ الدلتا. تطلع الدلتا بكام؟ ب 0.482 متر. ركز معايا، الدلتا ما هي كانت في المقام. ركز معايا، كانت في المقام فراحت في الجنب الثاني. ما هو الاكس اللي هو السي. كده هتتعبوني. خلاص؟ طيب لازم اتامل في الاجابات بتاعتي. قيمه الدلتا كام؟ 4 مللي. قيمه الدلتا كام؟ 4 مللي. ما هي الدلتا؟ ارتفاع الباوندر لير او السكنس بتاع الباوندر لير اللي احنا قلنا عباره عن ايه؟ سكنس قليل جدا. الرينج بتاعه بالمللي 2 مللي 3 مللي. لو الرقم ده طلع معاك 48 متر اعرف ان في حاجه ايه؟ غلط. طيب الدلتا ستار بتساوي 0.048 على ريموس نمبر اس 1 على 5 في اكس. تطلع بكام؟ ب 2003 5 5 الدراج كوفيشنت سي دي عباره عن 0.455 على لوج رينوس نمبر اس 2 58 ناقص 1700 على رينوس نمبر. تطلع من هنا الدراج كوفيشنت ب 0.6325 ودايمنشن ليس. تيجي على الدراج فورس عباره عن مين يا شباب؟ السي دي في نص رو يو انفينيتي تربيع في الاريا بتاعت الايرفويل في 2. ليه 2؟ ها عشان فوق وتحت الفلو، فوق الفلات بليت وتحت الفلات بليت. يبقى هنا ايه؟ عشان وجهين. خلاص. طب الاريا بتاعت الايرفويل عباره عن ايه؟ انا اعتبرت ان هو مستطيل طول في عرض، فالاريا بتاعته عباره عن مين؟ 15 في 2. تطلع من هنا الدراج فورس ب 2377 كيلو نيوتن. فعش ابقى مهندس وما احطش وحده. فعش فعش اي انت بعد كده حتى لما تكبر وافتكر كلامي ده، انت لما هتشوف اي رقم مكتوب بدون وحده هتلاقي نفسك متضايق، اللي هو ازاي انا مهندس واكتب 2؟ 2 ده ايه؟ 2 متر، 2 مللي، 2 سم، 2 بوصه. فعش. فانا النهارده في سنه ثانيه لا يمكن انت بتكتب الاجابه بتاعتك ما يكونش جنبها واحده. الله الله. الحاجه الثانيه، الحاجه الثانيه احساسي بالايه؟ بالارقام. لازم احس بالارقام. طبعا احساسي بالارقام ده ما بيجيش من ايه؟ من الخيال. يعني انا واحد مش عارف ايه هي الدلتا ولا عارف رنجاتها، فهبقى لا انا بقول لك ان الدلتا دي رنجها كذا، خلاص انا بقيت عارف الارقام بتاعتها ايه؟ صغننه. فبالتالي لما اجي اطلع هنا النتائج ما ينفعش الاقي ارقام ايه؟ ارقام ضخمه. اخر نقطه باكد عليها للمره المليون، انا مش كاتب المساله بالانبوت داتا بتاعتها بالنتائج بتاعتها بالارقام العشريه الاقرب مش عارف 10000 عشان نتفرج عليها. انا كاتبها صدقني عشان ترجع البيت النهارده او مش النهارده، النهارده الخميس.
هنلعب بلاي ستيشن ورحنا اللي مأجر كوره ايه؟ طب بالله عليكم انتوا لسه مش هتلعبوا والله. مين اللي مش مأجر كوره النهارده؟ يا جماعه الامتحان حاجه واللعب حاجه ثانيه، ده ما بيوصلش على ده. هو احنا بنذاكر؟ بنذاكر؟ طب يبقى الكوره اللي احنا مأجرينها تصلح حاجه؟ بلاي ستيشن هيصلح حاجه؟ طيب ايا كان لازم امسك الايه؟ الورقه والقلم. نعم ربنا يوفقكم، الناس تذاكر، احتجت اي حاجه معاك المهندس انطونيوس وانا برضو معاكم لو احتجتوا اي حاجه، ربنا يوفقكم ان شاء الله. الترم التاني يتقال